روح لوجودي في الوسط الفني مؤقتا واعتزالي بات قريبا. هو وجودي كهاوي، أنا دائما أقول أشتغل كهاوي في الوسط الفني. أنت أكاديمي وما شاء الله يعني خريج أكاديمي، والآن يعني إن شاء الله الأيام القادمة راح نشوفك من حملة الشهادات العليا إن شاء الله الماجستير، وتعتبر نفسك هاوي. أكو تضارب بالموضوع؟ الهاوي المحترف يجد نفسه أنه أتقن كل الأشياء، وصل إلى مرحلة الكمال في الشيء، يتعامل مع الفن بهذه الطريقة. الفن فقط لا يوجد فيه نهاية. وصلت لهذه المرحلة؟ لا طبعا. لذلك أقول لك أنا هاوي، أبقى هاوي، لأن الفن ما بي مرحلة، ما بي نهاية. يعني مو مثل، يعني دائما عملية اكتشاف، دائما عملية تطور. لذلك أنت من تشوف الآن فيلم منتج أو منفذ في الستينيات، راح تشوف أكو، لا تقول هل شلون يشتغلي، لازم هيك، تضحك على بعض الأشياء إنه هذا الأداء مبالغ به. إذن أكو تطور بالأداء، بينما نظرية الرياضيات بالواحد زائد واحد بالخمسينيات هي نفسها الآن، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فالفن دائما في تجدد، وما بي نظرية معينة، دائما في تجريب. هذا السؤال انبنى على شيء خلال تصريحاتك دائما، انه الفن سواء هاوي او مصدر رزق، معتبره موضوع الفن انه اليوم اصبح مصدر رزق لعياد راضي ولعائله عياد راضي. فلو توفر مثلا مصدر رزق اخر وثابت ومضمون، هل من الممكن انه تغادر الفن؟ من الممكن. انت متذمر جدا من قضيه الفن والارتباط، وبعيد عن عائلتي، ومؤثر، مسبب لي اضطراب اسري. لا لا، هو يعني مو اضطراب أسري، تعرف هو الفن هو هيك، يعني لازم انت من دخلت هذا المحترك او هذا الحب اللي انت توجهت له، لازم تخلي ببالك هذه القضيه، انه الفن ما بي وقت، ما بي عذر، خاصه التمثيل ما عندنا عذر، انه بعيد عن السامع اكو فاتحه، اكو عرس، اكو التزام، هذه ماكو، ما معذور. انت ما كنت تقول والله اليوم ما نقدر، ما راح نعرض مسرحيه، او اليوم ما اقدر اجي للتصوير، ما كنت شيء. فتعرف هذه الصعوبات انت خالها ببالك ما دخلت للفن. ولكن قضيه الفن في العراق صعبه، لان السياقات الفنيه غير صحيحه. يعني احنا ما نشتغل على سياقات فنيه صحيحه مثل ما يشتغلوها الاخرين في مصر او في سوريا. لذلك اللي يريد يحقق نجاح في الوسط الفني يتعب أمام هذه الأخطاء الكثيرة. يعني ما تقدر، سيما وأنه العمل ما أنه عمل جماعي أحمد، مو عمل فردي، لوحة وترسمها أو معزوفة تتلفها، جماعي. فلازم النص زين، المخرج زين، المصور زين، مدير التصوير زين، الممثلين كلهم زينين، حتى عمال الإنتاج والإنتاج، فشلون تتوفر؟ فتبقى تحمس بروحك الليل ما تنام، هذا شلون راح يطلع العمل ينجح، وينجح ورا شلون احافظ على هذا النجاح؟ زين شو اسوي الان الخطوه الاخرى؟ هذه صعبه بالعراق. يعني هسه انا صار عندي ربط، القضيه مو قضيه اجتماعيه ولا قضيه اسريه، انا احس اياد راضي احس انه لما نشوف نفسه انه ما يقدر يقدم شيء بمستوى او افضل من المستوى اللي قدمه راح يعتزل. يعني انت متخوف. متخوف، وصلت لمرحلة خلتك تكون بزاوية ضيقة وما عندك إلا خطوة بنفس المستوى أو أعلى من هذا المستوى. إي لازم أنت الآن تعد تحسب عن حسابات دقيقة حتى تقدم شيء، الجمهور يريد يشوفك، يعني متعود أن تقدم الأشياء زينة، لازم تقدم الأشياء زينة. لذلك أنا ما أريد أخلي الفن مصدر عيشة إلي حتى أضطر أشتغل أي شيء آخر، لازم يعني أسوي لي فد شيء اعتمد عليه وابدي انتقي انه هذه السنه ذا اعمال مو زينه ما اشتغل. ماديا استفاديت من الفن؟ يعني ما اريد اكون انا كلش جاحد. لا الحمد لله والشكر، بالعكس الحمد لله والشكر. انت تتعب تجد يعني مردود لهذا التعب، تعبك. اما اذا انت جاي وتشتغل باخلاص في اي شيء، طبعا مو فقط بالفن، اذا تخلص لشغلك وتحبه هو راح يحبك.